جيت معرض الكتاب بحثا عن العلم يعني، جيت وما كانش فيه حاجات متلبيه اللي انا الاقيها كتير. انا الاقي كتب هنا مثلا عشان تنفعني، تكون كتب صوتيه او تكون كتب بطريقه برايل، انا ما لقيتش الكتب دي يعني حتى انا دنيت ادور بصعوبه ما لقيتش مره واثنين واربعه ان انا احاول الاقي، ما فيش. ازمتها ان هي مش تلاقيها متوفره في الكتب اللي احنا نحتاجها، زي كتب فلسفيه، كتب في الكتب الجامعيه ممكن تلاقيها بس قليل القليل، اما الصوتيه منعدمه بقى اصلا. انا لما لفيت النهارده في المعرض ما عرفتش استقر على الكتاب اللي انا عايزه. حتى سؤال الناس، حتى الناس عندها مش عندها الوعي ان هم ان في كفيف موجود اصلا. كتب الصوتيه او كتب برايل لو كانت موجوده او كتاب برايل بيكون السعر متضاعف. برامج اللي انا بقرا بيها بتكون على اللاب، وبرامج على التليفونات اللي هي تاتش، برغم ان انا عندي البرامج ديت اللي تكون هي مساعد عليها على القراءه وفي مواقع النت. ليه مثلا يكون مثلا فرصه زي الحمد لله معرض القاهره بتاع الكتاب يكون موجود وانا اسيبه؟ يعني انا لو اغلقت نفسي على مجموعه النت او مجموعه اللي هو الكتب اللي على النت هتبقى شيء مش مستحب.